حق صيدلانية مدينتي لازم يرجع. هاشتاج اتصدر كافة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد الكشف عن تفاصيل حادث مؤلم أدى إلى تدمير حياة أسرة كاملة، وسريعا اتحركت الأجهزة الأمنية وتم القبض على المتهم. وأوضح مصدر رفيع المستوى أنه تم القبض على الضابط المتهم وتسليمه للشرطة العسكرية، موضحا أنه لا أحد فوق القانون مهما كانت وظيفته. منطقة القاهرة الجديدة شهدت وقعة مؤسفة، وهي دهس صيدلانية وزوجها الطبيب وأطفالهم الثلاثة، وكمان طبيب تاني كان معاهم في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول. ويتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغ بوقوع حادث مروري وإن في واحدة متوفية ومصابين بكومباوند بمنطقة التجمع الأول. كمان انتقلت الأجهزة الأمنية واتبين فعلا تصادم سيارة ملاكي بعائلة مكونة من أب وأم وأطفالهم، ومصرع الأم اللي بتعمل صيدلانية بمستشفى واتوفت نتيجة نزيف في المخ، وإصابة الأب اللي بيعمل طبيب بيطري، وإصابة أطفالهم الثلاثة بجروح متفرقة، وكمان إصابة طبيب تاني كان معاهم. وتم بالفعل نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقعة. وكمان اتحفظت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة على كاميرات المراقبة في الوقعة اللي رصدت الحادث بكل تفاصيله. ورجال مباحث القاهرة دلوقتي بيناقشوا شهود العيان والمصابين عشان يعرفوا ملابسات الوقعة ويتأكدوا من وجود شبهة جنائية من عدمه. وفعلا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الوقعة بأن مرتكب الحادثة ضابط شرطة، ولكن مصدر أمني نفى صحة ما تم تداوله، بينما أكد مصدر رفيع المستوى في تصريحات خاصة أنه بالفعل تم القبض على الضابط المتهم في وقعة دهس أسرة في منطقة مدينتي بالقاهرة الجديدة وتسليمه للشرطة العسكرية. وصرح المصدر أنه لا أحد فوق القانون، وأنه هيتم بالفعل تطبيقه على الجميع أيا كانت الوظيفة اللي بيشتغلوها. ونوه أن الأجهزة الأمنية والنيابة العسكرية دلوقتي بتباشر عملها للتحقيق في ملابسات الحادث، وسيتم إحالة المتهم للمحاكمة العاجلة في أقرب وقت. وإلى هنا تكون انتهت تغطيتنا مشاهدينا، بنشكركم جدا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.